مدبول يوجه بسرعة إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي. مجلس الوزراء يفند عدداً من الشائعات المتداولة خلال الفترة الماضية. 295 مليار جنيه لأصحاب المعاشات خلال العام المالي الجديد. إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمات الشهر العقاري تيسيراً على المواطنين. من أجل تحفيز الطلب على السلع ذات الإنتاج المحلي وتحفيز الاستهلاك ودعم الاستثمار المحلي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل النهائية لمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي. توجيهات مدبولي جاءت قبيل انطلاق المبادرة تزامنا مع بدء حملة الترويج الإعلامي لها، وذلك تمهيدا للإعلان عن موعد انطلاقها في أقرب وقت. تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة ورفع أسعار السولار والبنزين وفرض ضرائب على ودائع المصريين ووقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز لا تتعجل، فكل الأخبار السابقة لا أساس لها من الصحة ولكنها مجرد إشاعات رصدها مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية قبل أن يقوم بتفنيدها. فبعد تواصل المجلس الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع كافة الوزارات المختلفة تبين أن تلك الأخبار وأكثر لا صحة لها، وأن الحكومة لا تزال تنفذ خطتها الناجحة في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا. وإن أردت دليلا على نجاح تلك الخطة فالمؤشرات كثر، ولعل أهمها الزيادة التاريخية التي شهدها إجمالي ما صرفه أصحاب المعاشات خلال العام المالي الجديد. وزيرة التضامن نيفين القباج كشفت أن الإجمالية بلغ للمرة الأولى 295 مليار جنيه، وهي أكبر زيادة يشهدها أصحاب المعاشات، وترجع الزيادة إلى ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم حوالي 10 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى تكلفة زيادة العلاوة الدورية التي تبلغ 14%. في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسيرا على المواطنين للتقليل من التزاحم في إطار التعايش مع فيروس كورونا، أطلقت وزارة العدل تطبيقا إلكترونيا بعنوان أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد. يتيح للمواطنين الحصول على خدمات التطبيق المتاحة التي سيتم تفعيلها بداية من يوم الأحد المقبل، حيث يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم وكذلك حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، ويشمل قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة عن طريق نظام تحديد المواقع GPS. تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية.